مرسوم لحل كافة البلديات في تونس، يليه مباشرة نشر مرسوم رئاسي يتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، خطوة يرى خبراء أنها تفعيل للدستور الجديد الذي جاء بعد استفتاء يوليو 2022. نحن نشهد اليوم بالضرورة تغيير جذري في المنظومة السياسية التونسية. نحن نعلم أن دستور جويلية 22 أقر النظام الرئاسي، وأيضا من ضمن ما أقره في الباب السادس بالنسبة للجماعات المحلية كان لابد من حل هذه المجالس البلدية. وبإصدار القانون الجديد المتعلق بالمجالس المحلية والجهوية والإقليمية تبدأ ملامح التنظيم المؤسساتي الجديد بالظهور ضمن استراتيجية التغيير الشاملة التي بدأت بالاستفتاء على دستور 2022. الثابت أنه قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حل المجالس البلدية وأعلان تنظيم انتخابات بلدية قادمة وانتخابات لمجالس الأقاليم والجهات يدخل في إطار مسار كامل، مسار اللامركزية الذي وقع التنصيص عليه في دستور 2022. ويرى خبراء أن قرار حل البلديات يعد خسارة جديدة لعدد من الأحزاب التي فازت في الانتخابات البلدية الأخيرة لسنة 2018، خاصة حركة النهضة التي فازت بنحو ثلث عدد مقاعد البلديات في تونس. إصدار قانون انتخابات الجماعات المحلية والإقليمية يفتح الباب أمام استحقاقات انتخابية لا تقل أهمية عن أي انتخابات أخرى، خاصة فيما يتعلق بمجلس الأقاليم والجهات الذي يراه مراقبون على أنه شبه غرفة تشريعية ثانية بعد البرلمان. سيف الدين العامري، سكاي نيوز عربية، تونس.